متابعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. كما تعرفوا جميعا اننا نعيش ظرفيه صعبه بسبب متحور دلتا، الامر الذي تستدعيه مجموعه من المتتبعين وخبراء الصحه يؤكدون على مساله واحده وهي التباعد والترقيع. من اجل مناقشه القضيه هذه نستضيف السي الدكتور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنه التقنيه والعلميه للقاح ضد كوفيد. سي مولاي سعيد عفيف، مرحبا بك. مجموعه من المواطنين المغاربه كانوا في الاول تيتخوفوا من التلقيح، ولكن دابا داروا التلقيح. واش هذا التلقيح هذا تيكون محصن بالنسبه لهم ضد هذا المتحور تاع دلتا؟ لا، خصنا نعرفوا بانه اللقاح فهو كاع اللقاحات اللي تنستعملوا في المغرب، لا سينوفارم لا استرازينيكا لا جونسون، لا من بعد دابا في غضون الاسبوع الثالث غادي نتوصلوا باللقاح ديال الفايزر. فهاد اللقاحات كلهم تيحميو من المرض الخطير ديال الكورونا، وناجعين حتى في هذا المتحور دلتا، وتيحميو كلهم تقريبا بحال حتى ل 93%. ولكن فين تتكون الفرق؟ في الناس اللي عندهم مرض خفيف ولا متوسط. هنا مثلا سينوفارم 80%، أسترازينيكا ما بين 70% و 90%، وفايزر 94%. ولكن احنا اللي تهمنا هو نحميو الناس من المرض الخطير. هنا كاينه 93% هادو من الدراسات اللي عطاو. اذا فاللقاح مهم ومهم جدا. علاش مهم ومهم جدا؟ باسكو تيحمي من هذا المرض الخطير، وكذلك الناس اللي ملقحين ما تينقلوش العدوى اكثر الا كان الواحد ملقح. علاش؟ باسكو مع الاسف هاد متحور دلتا فهو كثير الانتشار وكثير العدوى. القديم كان واحد تيعادي 3، دابا متحور دلتا واحد تيعادي 6. داك الشيء علاش تشوف هاد الارقام المهوله. دونك هذا تيقول بانه راه متحور دلتا منتشر. شكون الاكثر هشاشه اللي استفدت من التلقيح؟ واش هي النسب ديالهم؟ دابا عندنا النسب هما كالاتي: الناس اللي عندهم اكثر من 75 سنه ف 98% من الفئه المستهدفه تلقحات، الناس اللي عندهم ما بين 65 سنه و 74 سنه 96% تلقحوا، والناس اللي عندهم من 60 من 60 سنه 64 سنه 95% تلقحوا. ولكن فاش نزلوا الفئه العمريه اللي ما بين 40 و 59 سنه فهنا كانت عندنا 70%، والحمد لله انه دابا طلعنا ولات 75%. هذو الارقام ديال هذه يومين. اذا هذه الفئه هذه خصنا نزيدوا ناكدوا عليها باش تلقح، خصوصا انه دابا الاسره ديال العين الانعاش والعنايه المركزه فيهم الناس اللي اكثر من 50 سنه واللي عندهم امراض مزمنه، خصوصا السكري والسمنه. من فاش نزلوا الفئه ما بين 30 و40 سنه، هنا الناس اللي داروا وحده 48%، ولكن الناس اللي داروا جوج يلاه وصلنا 8%. اذا هاد الناس اللي داروا وحده خصهم يحافظوا على روسهم على ما يديروا الجلبه الثانيه، ويحافظوا على روسهم اسبوعين من بعد باش ما يضيعش هذاك البينيفيس ديال الجلبه، ريتما تكون عندهم المناعه. ولا نزلنا الفئه العمريه من 25 سنه ل 29 سنه فهنا تلقاو 29%، يلاه حكي الله بدينا، يلاه 1% اللي داروا الجلبه الثانيه. حنا تنعرفوا بانه استرازينيكا قص ما بين اللقاح الاول والثاني 4 ديال الاسابيع على الاقل، سينوفارم ما بين الاول والثاني 3 ديال الاسابيع، جونسون فيها غير جرعه واحده، وفايزر خص 3 ديال الاسابيع بحالو بحال سينوفارم ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. اذا
فالرسالة اللي تنعطيه للمواطنات والمواطنين أنه باش نتصدوا لهذا الفيروس ما عندناش بزاف ديال الحلول، عندنا جوج ديال الحلول. الحل الأول واللي غادي يبقى غادي معنا حتى المناعة الجماعية هو احترام التدابير الاحترازية، الوضع السليم للكمامة بحال ما دايرة أنا وياك، تباعد بحال ما دايرة أنا وياك، والغسيل والتعقيم ديال اليدين عدة مرات في اليوم. هذا غادي يبقى غادي معنا وهذا هو اللي غادي يحمينا من هذا التصاعد. وراك شتي تراخي وزارة الصحة دارت ماشي البلاغ الأول الثاني الثالث الرابع، والسيد وزير الصحة خرج لا في التلفازة ولا في الراديو عدة مرات باش يحضر المواطنات والمواطنين من التراخي وباش يحثهم على احترام التدابير الاحترازية. والحل الثاني والوسيلة الثانية هي التلقيح، ولهذا الدولة ديالنا دارت كل شيء باش تسرع التلقيح. أشنو هي كل شيء؟ هي أولا، وهنا تنشكر جزيل الشكر، تدخل الشخصي ديال صاحب الجلالة اللي مكننا أننا نوصلوا أنه يكون عندنا اللقاح ونكون أول دولة إفريقية في عدد الملقحين، وهذا الفضل تيرجع لصاحب الجلالة نصره الله وأيده. إذن عندنا الدولة دارت اللقاح 7 أيام على 7 أيام، طيلت أيام الأسبوع، دارت المراكز ديال اللقاح يبقوا محلولين حتى الثمانية باش الناس اللي خرجوا من الخدمة يمشيوا يتلقحوا، ودارت اللقاح فضاءات أخرين ديال اللقاح. وإذن باش نشوفوا هاد الشيء كاع اللي دارت الدولة والتوجيهات ديال صاحب الجلالة نصره الله، فمن الواجب علينا مني وجبد أنا أنت الأخ أننا تكون عندنا واحد المسؤولية فردية وأننا نحترموا التدابير الاحترازية. علاش؟ لحقاش الأسرة ديال الإنعاش راه ما تنراشناش وقع حتى في الدول اللي عندهم منظومة صحية كبيرة أنهم أش قال هذاك تغلبوا. إذن ما بالك إحنا في المغرب، وإحنا خصنا نعرفوا بأنه الحالة خطيرة وخطيرة جدا، والأسرة ديال الإنعاش قربات للساتوراسيون لا في الدار البيضاء ولا في مراكش، وهذا يحيننا المسؤولية الشخصية ديالنا. وما ننساوش بأنه هذه الأطر الصحية راها واقفة منذ مارس 2020، والله غالب خصنا نحترموا هذه المجهودات اللي مديورة ونديروا اللي علينا. اللي علينا هو نحترموا التدابير الاحترازية باش ما تكونش عندنا شي انتكاسة وبائية، حيت دابا الحالة الوبائية مسيطر عليها، ولكني ما نبغيوش يوقع أي انفلات وتدهور ديال المنظومة الصحية. مجموعة من الرسائل تتوجه الناس باش يديروا التلقيح، ولكن واش المغرب تتوفر على جرعات كافية باش نستجيبوا لهاد الناس هذه؟ لا، شوف فاش نديروا حنا كما شار ليه صاحب الجلالة في الخطاب ديالو، أولا شار بأنه الحصول على اللقاح ماشي كان من السهل، ولكن تمكننا الحصول عليه، والشراكة اللي درنا مع أسترا وخصوصا مع سينوفارم، وكان عندنا واحد اليوم تاريخي اللي هو 5 يوليوز اللي غادي يبدا المغرب يصنع ويكون من البلدان الرائدة في هذا الميدان ديال تصنيع اللقاح، بداية بلقاح ضد كوفيد ولقاحات أخرين. حنا تتعرف بأنه الإمدادات من فاش بدينا والحمد لله تتوصل الإمدادات، وما تندوزو من فئة لفئة حتى يكونوا الإمدادات، لحقاش معروف شحال من واحد غادي يلقحوا في ذاك الفئة. إذن اليوم غادي نتوصلوا بمليون جرعة ديال سينوفارم، نهار 8 في هذا الشهر غادي نتوصلوا بجوج المليون جرعة ديال سينوفارم، وكذلك في الأسبوع الثالث ديال غشت غادي نتوصلوا بمليون و 800 ألف جرعة ديال فايزر. إذن فالإمدادات كاينة، خصنا نسرعوا الوتيرة ديال التلقيح، وخصوصا عند الشباب، لحقاش هذا الفيروس دلتا تيقيس أكثر الشباب لما تتكونش عندهم أعراض. كذلك رسالة اللي مهمة لنعطيه الناس أنه الناس باش يكون عنده سيلان ديال الأنف، باش يكون عنده الحريق ديال الرأس، باش يكون عنده شوية ديال الحرارة، ما يقولش راه البرد ضربني البرد ولا راه الكليماتيزور، يعزل راسه ويمشي يدير التاست بي سي ار، وإلا كان بوزيتيف يتعزل، إلا كان نيجاتيف راه ما كاين حتى شي مشكل. علاش؟ باش نحيدوا البؤر العائلية، حيت دابا ولينا تلقاو في الدار إلى واحد هذا كل شيء
تيتطلع وما نبغيوش خصوصا إذا كان من هذوك الناس اللي غادي يتقاسوا ناس اللي عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم سن كبير واللي نسا ما تلقاش. وهنا أيضا تنقولوا للنساء الحوامل يمشيوا يتلقحوا من بعد 3 شهور ديال الحمل والمرضعات بدون قيد، ما بقاش داكشي ديال الحساسية ديال البنسلين يمشي يتلقح. وراه الوزارة دارت بلاغ البارح على هذا الشيء، هذا تتعود تفكر الناس علاش باش يتلقحوا. لحقاش مع الأسف هذا الأسبوع هذا فقدنا 5 ديال النساء حوامل اللي توفوا، وحنا تنعرفوا بأنه المرأة راه العماد ديال الأسرة والعماد ديال المجتمع، وما نبغيوش أننا نفقدوا أي مواطن مغربي لحقاش يتعتبر خسارة المغرب. ونتمنى وإن شاء الله بإذن الله أنه ربي يحفظ بلادنا بالقيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة نصر الله وأيده. كما بعض الناس يقولوا بأن الأسبوع القادم غيكون يعني تصل متحول دي طائل الدروة ديالهم، واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح؟ لا، هو شوف باش نكونوا واقعيين، ما حدنا ما تنحترموش التدابير، وما حدنا عارفينه بأنه أكثر انتشار وداك الشيء تيزيد، ما فيها لا إله ولا حتى. إذا الحل عندنا احنا، وعندنا احنا شنو هو؟ هو الاحترام ديال التدابير، هو الكشف المبكر، هو العلاج المبكر. علاش؟ باسكو مثلا الا خديتي مثلا انجلترا راه عندها 40,000 في النهار، ولكن الناس ما تيوصلوش بزاف للانعاش. هذا هو المشكله، جوج ديال المشاكل اللي تيجعلوا انه الامور ماشي هي هذيك، هما التزايد ديال الحالات ديال الانعاش والعنايه المركزه، وهما التزايد ديال الوفيات. هادو جوج ديال الحالات. اما يطلع واخا يطلع الشفر الا ما كانوش هادو ما كاين مشكل. اذا باش ما يوصلوش هاد الناس خاص اولا الاحترام، خاص ثانيا انه الناس يديروا التلقيح واكثر ما يمكن، والتشخيص المبكر والعلاج المبكر. ولي سعيد عفيف، دكتور سعيد عفيف، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بلس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.